السلام عليكم متابعينا الكرام. عشر معالم جذب سياحية هي الأكثر رعبا في العالم. عاشرا، جسر على ارتفاع 500 قدم. جسر صيني يجب على من يود عبوره أن يكون مؤمنا بواسطة حبل. الجسر يقع على ارتفاع 200 متر، وهو عبارة عن ألواح تتباعد عن بعضها البعض بمسافة تتراوح بين 50 إلى 120 سنتي. إذا لم تكن تستطيع القفز لأكثر من متر فهناك هاوية تحتك، ومن أجل ذلك فلا أحد يعبره بدون حزام الأمان. يبدو الأمر بسيطا جدا على الفيديو، ولكن الأمر مختلف حقا عندما تقوم بعبوره، فخطأ وحيد يؤدي إلى فقدان توازنك وبالتالي السقوط. تاسعا، إكس كريم. على سطح فندق ستراتوسفير في لوس أنجلوس تقع عربة تشبه قطار الأطفال تتسع لثمانية أشخاص. عندما تركبها فإنها تندفع بسرعة إلى الهاوية، ولكنها تتوقف في الوقت المناسب. بعد ذلك ترتفع إلى الأعلى ثم تنخفض فجأة إلى الأسفل، الأمر الذي يسبب الذعر للأشخاص. يتكرر هذا المشهد عدة مرات في المرة الواحدة، كما أنها توفر مشهدا خلابا لمدينة لوس أنجلوس. أعتقد أنه لن يتمكن أحد من المشهد في ظل الخوف والفزع الناجمين عن التجربة. ثامنا، ركوب البراكين. هذا النشاط يمكن ممارسته في عدد من الأماكن حول العالم. أحد هذه الأماكن هو نيكاراغوا، حيث يأتي عشاق ركوب الحمام البركانية أسفل منحدر بركان سيرا نيجرا الذي يصل ارتفاعه إلى 728 مترا. هذا البركان النشط البالغ من العمر 150 عاما اندلع حوالي 23 مرة، كان آخر اندلاع له منذ حوالي 20 عاما. منحدر هذا البركان يميل بزاوية 45 درجة، يصعد الركاب عليه سيرا ويركبون ألواحا خشبية ممسكين بحبل يثبتهم على اللوح، ثم يبدأون في التزلج. ونظرا لزاوية المنحدر فإن سرعتهم تصل إلى 86 كيلو متر بالساعة، وهناك بعض الإصابات الشائعة جراء هذا الأمر مثل الطفح الجلدي البسيط والحساسية. سابعا، فيوريوس باكو. قطار ألعاب أسباني كان الأسرع في أوروبا حتى عام 2009. هذا القطار يفاجئ عشاق الرياضات المتطرفة، فهو قادر على الانتقال من سرعة الصفر إلى سرعة 135 كيلومتر في الساعة في 3 ثوان فقط. بني مسار القطار بشكل مائل بدرجة مخيفة، وذلك حتى يجعل راكبيه يشعرون وكأنهم يطيرون حرفيا. الصاروخ البشري، نشاط ترفيهي يتواجد في ويلز في المملكة المتحدة. يقوم فيه بعض المدربين بربطك ببعض أحزمة الأمان تبدو خلالها وكأنك صاروخ ولكن في شكل بشري. لن تقابل أي عوائق في الطريق، ولكن سرعتك وطيرانك على ارتفاع كبير لمسافة كيلومتر ونصف أمر يسبب الرعب والقشعريرة. خامسا، تيرودكتيل. نشاط لعشاق الأدرينالين يتواجد في كولورادو، حيث يتم ربط الشخص بمجموعة من أحزمة الأمان وأيضا حبل للقفز من على قمة صخرية على ارتفاع 200 قدم. يكون الشخص مؤمن بشكل كبير حتى لا يسقط إذا فقد وعيه. وأيضا من خلال هذا النشاط يمكنك الاستمتاع بمنظر خلاب إذا كنت ما زلت بوعيك. رابعا، قطار الزبلاين. قطار بدون عربات يتم تعليق البشر فيه بواسطة أحزمة أمان، يندفعون أسفل قضبان متعرجة بشكل كبير، حيث يصعد الشخص إلى أعلى وإلى أسفل بسرعة كبيرة، كما أن الطريق مليء بالأشجار، الأمر الذي يزيد من الرعب والقشعريرة. ثالثا، رويال راش سكاي كوستر. مكان يقع في كولورادو مخصص لعشاق السقوط الحر، يسقطون ويقتربون من الأرض بحوالي 30 مترا ثم يبتعدون عنها مرة ثانية بحوالي 350 مترا، أمر يصعب تخيله. ثانيا، الطيران في انعدام الجاذبية. لا يوجد شخص في هذا العالم يمتلك قدرة سوبرمان على الطيران، ولكن يمكنك الشعور بحالة انعدام الوزن التي يشعر بها رواد الفضاء في الفضاء هنا على الأرض، وبالتحديد في طائرة الاختبار الخاصة بناسا،
حيث تسير الطائرة صعودا وهبوطا، وهناك لحظات خلال هبوطها يشعر الركاب فيها بانعدام الجاذبية، وبالتالي يتمكنون من الطيران لفترة قصيرة عندما تبدأ الطائرة في الصعود مرة ثانية. أولا، ممر خوشان. ممر على قمة جبل خوشان الشاهق يأتي إليه السياح للتخلص من فوبيا المرتفعات، وهو عبارة عن طريق رفيع يسير عليه الشخص بدون طرابزين ممسكا ببعض السلاسل المعدنية، ولكن يجب على من يعبره أن يرتدي بعض أحزمة الأمان. إذا عبرت هذا الممر مرة واحدة ستتخلص من فوبيا المرتفعات إلى الأبد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والتعليق والاشتراك بالقناة. شكرا لكم.